من هذا المنبر كنحيو الفريق الوطني ديالنا اللي وصلنا اول مره في التاريخ وعرفنا على العالم. حنا اصلا معروفين في العالم ولكن العالم ديال الكره ثاني عالم اخر. وصلنا للمربع الذهبي ماشي سهل. سميت المغرب او سميت المملكه المغربيه الشريفه. اول حاجه كتلقى في محرك البحث العالمي جوجل هي المغرب. هذا شرف لنا، وبالنسبه لي كفاعل سياحي راه واحد الاشهار اللي لا يقدر بثمن. كاينين دول ما كانوش تيعرفوا المغرب، وفضل الكره وفضل المنتخب ديالنا صدق المغرب معروف. وان شاء الله راه لمسنا واحد تحسن ديال واحد تقريبا واحد الفئه ديال السياح اللي ما كانش عارف المغرب ولا تجي، وخصوصا من امريكا. بغض النظر على الاجواء اللي كاينين ديال فصل الشتاء وكل شيء، واخا كانوا شويه ديال ليزولاسيون، ولكن لمسنا واحد تقدم واحد الزياد في عدد السياح اللي جاوا خصوصا لمراكش. المغرب اصبح معروف عند شي دول اللي ما كانتش معروفه. وانا بالنسبه لي كفاعل سياحي على المدى ماشي حتى المدى البعيد، المدى المتوسط تقريبا غنلمسوا واحد التزايد وتدفق عدد كبير من السياح لدول اللي ما كانوش تيجيو. على سبيل المثال شي ولايات في ولايات بعاد في الولايات المتحده ما كانوش تيعرفوا المغرب، دابا غادي يبدا تيجيو. الشهر 3 و4 اللي غادي يكون شهر رمضان المبارك غادي يكونوا سياح من دول اخرى اللي قلت لكم بعد، وخصوصا اسيا. دابا السوق الصيني شويه راه تسد حيت بسميتو بفعل الازمه اللي كاينه ديال الكوفيد، ولكن حنا ما تنعوش على السوق الصيني. كاين السوق الفيتنامي، كاين السوق الفلبيني، كاين السوق الماليزي حتى هو. يعني هاد الناس كلهم ما كانوش تيعرفوا المغرب بزاف، وبفضل الوصول ديالنا للمربع الذهبي اصبح المغرب معروف على الساحه العالميه، وان شاء الله يكون خير في المستقبل. نصيحه ديالي تنتمنى من الناس اللي خدامين في السياحه يكونوا شويه في المستوى، حيت الاشهار اللي درنا المنتخب ديالنا راه ما عندوش ثمن. يعني واخا نخدموا عام ولا عامين ولا ثلاث سنين نبقاو كنديروا الاشهار للمغرب، ما عرفتش نوصل داكشي اللي وصلنا ليه المنتخب الوطني. تنتمنى من الله الناس ديال السياحه هنا لا في مراكش ولا في المغرب كله يعرفوا بالقيم السائح ويعطيوه القيمه ويتهلاو فيه، ونقصوا شويه من داك التاثير الخايب والسلبي اللي نتاع السائح يجي ولا كاع لا يجي. راه السياحه راه ولات صناعه وتقريبا راه اقتصاد مهم لشحال من دوله. وبالنسبه لنا كمملكه مغربيه السياحه راه هي العصب ديالنا، وخدامين فيها فئه كبيره من الشعب المغربي. ومن هذا المنبر تنتمنى للناس كلهم اللي بغا يجيو تيشوفونا يجيو، مرحبا بكم في مراكش ومرحبا بكم في المملكه المغربيه، وتحياتي.